مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد على قناتي على يوتيوب روز هاب. فيديو اليوم رح نحكي عن علاج حب الشباب ورح نبلش يمكن ياخذ معنا حلقه او حلقتين بالكثير، مشان هيك جهزوا حالكم رح نحكي عن الموضوع بالتفصيل. طيب خلينا نحكي بموضوع كثير بسيط، ما بدي اعقد الامور صراحه كثير، بدي اياكم تكونوا تاخذوا الموضوع بشكل سلس وبسيط مشان تعرفوا شو بتجيبوا من الصيدليه وشو شغلات تبتعدوا عنها. حب الشباب ينقسم الى قسمين، غالبا اللي بين سن المراهقه لعمر 24 ومن بين 24 فما فوق. بين 24 فما فوق هذا اجباري اجباري اجباري، في عنده مشكله هرمونيه لانه مرحله خربط الهرمونات غالبا عديناها اللي هي في مرحله البلوغ، فبالتالي هون ما بنسميه حب شباب على اكثر ما بنسميه هون الهرمون اللي بيكون مثلا بعد الولاده للنساء مثلا عند تكيس مبايض وغيره من هاي الشغلات، فبتكون هاي المشكله شوي معقده. انا عم بحكي عن الصف الاول وعم بحكي عن الحب بشكل عام للبشره اللي مش سيفير، يعني انه في عندي بلاك هيدز مسامات مثلا، في عندي زيوان كثير بالبشره، في عندي حبوب سطحيه مثلا، عندي حب راس ابيض معمل بس لما بضغط عليهم ما فيه حويصله. هذا بحكي لسه عن الحب السطحي تبع البشره اللي كلياتنا مرينا فيه بفتره من الزمن. اول شيء في موضوع حب الشباب او فكره حب الشباب انه الكوزز، ليش بيطلع حب شباب اساسا؟ وليش نحن خلينا نقول 70% حتى حسب الدراسات بقولك بامريكا اكثر من 85% من المجتمع عم بمر بمرحله من حياته في مشكله حب الشباب؟ الاسباب كثير 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 متعدده وفي منها غير معروف السبب، لكن اشهرها ثلاث اربع شغلات اللي هم الدايت، طبيعه الاكل، يعني الاشخاص اللي اكلهم كثير دهني هم عرضه انه بشرتهم يطلع فيها حب شباب. اثنين، الاشخاص اللي عندهم مشكله او خربطه في الهرمونات خاصه الشباب البشره ياخذوا تستوستيرون وغيرها من هاي الهرمونات بلش يمكن يطلع على وجههم حب، او الصبايا اول ما يبلغوا او مثلا كل فتره الدوره الشهريه كمان بصير يطلع عندهم حب الشباب. ثلاثه، الاشخاص يلي عندهم مشكله في الحويصلات نفسها تبعت الشعر، في مثلا اشخاص صبايا مثلا بعد الشيفينج بيصير يطلع لهم هذا الحب لانه ممكن احيانا يلتهب عندهم الجلد او تلتهب عندهم الحويصله، او الشباب مثلا بعد بيعملوا شيفينج للدقن بطريقه غلط فبالتالي كمان بيطلع لهم حب شباب. أربعة، واللي هو البي أكني، هي عبارة عن نوع من أنواع البكتيريا هي السبب في ظهور هاي الحبة، وهذا السبب الرئيسي حاليا كلياتنا عندنا أكني ماسك أو ماسك أكني، اللي هو لما بنحط الماسك هون على كل هاي المنطقة اللي مثل ما أنتم شايفين أساسا عم يطلع عندي أكني، بيطلع عندي حب. والسبب غالبا لما بنحط الماسك ونحن بنحكي أو بنعطس أو بنسعل فاللعاب تبعنا بيكون في نوع من أنواع البكتيريا ممكن تكون هي واحدة منهم، فبالتالي بيجي على البشرة وبيعمل لي هاد الانفكشن. والاخير واللي هو انن كوز، في اشخاص بقول لك انا ما بلبس ماسك، اكل كثير منيح، ما عندي مشكله هرمونيه، ما عندي، ما بعمل شيفينج، ما 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 وما هيك في عندي حب البشرة، فبالتالي هو هاي الفئه القليله من البشر اللي انن كوز. طيب لما بنيجي نقول بدنا نعالج حب الشباب، اول ثلاث شغلات نفكر فيهم هو روتين العنايه بالبشره. يعني هلا انت كشخص هل تستخدم الغسول المناسب للبشره؟ هلا حينط حدا يقول لي شو دخل، في ناس ما بتغسل وجهها، وارد، لكن لما تكون عندك مشكله حب الشباب عندك موجوده لازم شوي تنتبه على التفاصيل هاي، كون انه هايجين البشره له كثير علاقه كبيره في نمو البكتيريا، فاحيانا ممكن يكون نوع الغسيل عم تستخدمه ما له مناسب، او نوع الغسول عم تستخدمه مثلا بيعمل لك حساسيه، او نوع الغسول عم تستخدمه ما بيعمل تنظيف عميق للبشره فبالتالي الزيوت بتتراكم وبيطلع هذا الحب. فبالتالي واحد، غسول يكون نوع غسول منيح بتستخدمه. هلا غالبا مش دائما، غالبا البشره بتطلع فيها حب شباب بتكون مختلطه قريبه للدهنيه، لكن في بعض الاشخاص بتكون بشرتهم جافه وما هيك بيطلع عندهم حب، فبالتالي هذا مش مقياس، غالبا لازم نعرف نوع بشرتنا حتى نحدد الغسول المناسب. اثنين، كريم ليلي. هذا الكريم الليلي بيكون غالبا كريم علاجي، ورح نحكي بهذا باول نقطه في علاج حب الشباب، بنزول بيروكسايد. البنزول بيروكسايد هو مش انتي بايوتيك لكن هو انتي بكتيريال، يعني هو بيشتغل انتي مايكروبيال، هو بيشتغل على قتل هاي البكتيريا بس مش بنفس الميكانيزم تبعت الانتي بايوتيك، فبالتالي نحن هون ما بنخاف من موضوع مقاومه او ما بنخاف من موضوع الريزيستنس بالبنزول بيروكسايد. المشكله فيه انه هو ممكن يعمل حساسيه لانه كثير قوي اسيد، بنزول بيروكسايد يعني بنحكي احنا عن سوري بنحكي عن اوكسايد، عن شيء بياكسد البشره، فبالتالي حيعمل شويه تخريش للبشره من ناحيه الاحمرار الحساسية الحكة، فبالتالي هاي مشكلته الوحيدة اللي ممكن يهيج البشرة وينشفها. فباقي المشاكل مثلا اللي هو ممكن يعمل بليتشنج للبس تبعك او المخدة، فبنقول المريض بهاي الحالة اذا حبيت تستخدم البنزول بيروكسايد
يكون تركيزها بين 2.5 ل 10%، رأيي 5% كتير منيح. نستخدم مرة واحدة يومين قبل النوم، أول أسبوع من الاستخدام بنحطه لمدة ساعة وبنغسله لحد ما البشرة يصير لها تروليتد، يعني لحد ما بشرتك تتعود عليها، وبعدين بتصير تحطه وتنام. طيب هلا استخدم البنزل بيروكسيد لحاله. علميا بقولك إنه إضافة أنتيبيوتيك كريم للبنزل بيروكسيد في علاج حب الشباب كتير له آثار إيجابية، يعني ما استخدم البنزل بيروكسيد لحاله، يكون مدموج مع أنتيبيوتيك. مثل شو؟ أحسن اثنين في علاج حب الشباب اللي هو إريثروميسين وكليندوميسين. طيب ليش هدول الاثنين بالضبط؟ ليش مش فوسيدين اللي هو الفوستيك أسيد؟ بصير، ما راح أقول لك إنه ما بصير، لكن فهمت علي كيف؟ مش كتير. يعني علميا بقول لك الإريثروميسين والكليندوميسين كومبينيشن أكشن مع البيزل بيروكسيد له كتير آثار إيجابية في علاج حب الشباب. طيب انا بلشت باستخدام البنزل بيروكسيد مع واحد من هدول الانتيبيوتيك كريم. طبعا بتركيا في موجود عندهم كومبينيشن كتير حلو، يعني في عندهم كريم جاهز بالصيدليه بيحتوي على نوعين من هدول، يعني بيحتوي على البنزل بيروكسيد وبيحتوي على الاريثروميسين او الكليندوميسين، موجودين مع بعض على شكل جل، فيك تستخدمهم بشكل كومبينيشن. اما بالدول اللي ما عندهم هذا الكومبينيشن ممكن تخلطوها بباطن ايد وتحطوها على الوجه، كمان ما في مشكله. طيب انا بلشت استخدم البنزل بيروكسيد ومع الكليندوميسين او الاريثروميسين، متى رح ابلش اشوف نتيجه؟ مش اقل من 4 اسابيع. خلينا نتفق يا جماعه، اي كريم بالعالم ما رح تشوف نتيجه اقل من 4 اسابيع، لانه سكين تيرن اوفر اللي هو تجديد خلايا البشره بيتم كل 4 اسابيع. يعني اذا جاء اعطيك كريم واقول لك هذا بتشوف نتائجه خلال 3 ايام، اعرف انه انا كذابه لانه علميا ما في هيك شيء. تمام؟ ف بعد 4 اسابيع من الاستخدام ممكن نبلش نشوف النتيجه. طيب هل ممكن تسوء الحاله؟ نعم، في بعض الاشخاص اذا كان في عندهم تحت الجلد كله حب والجلد اساسا مش نظيف رح يطلع كل الحب الموجود تحت الجلد، فما تخاف اول فتره وبعدين شوي شوي بصير يقل. امتى رح اشوف نتائج واو؟ بعد 3 اشهر من الاستخدام. طيب هل انت بتنصحي انه نكمل على 3 اشهر استخدام؟ يعني بصراحه اذا اول شهر، بعد اول شهر، يعني خلينا نقول ماكسيموم 8 اسابيع، خلال 8 اسابيع اذا ما شفت نتيجه على البيزو بيروكسيد مع الانتيبيوتيك، انا برايي ما تكمل، لانه غالبا ما رح تستفيد. ليش؟ لانه احنا بنخاف مع الوقت يصير في عندي ريزيستنت لهالكريم اللي انت عم تستخدمه اللي هو الانتيبيوتيك، وبتبطل تستفيد منه. فبالتالي اذا شفت ريزلت بعد الشهر لشهرين بتكمل عليه لمده 3 اشهر، اذا ما شفت ريزلت بتوقفه بنشوف خيار ثاني. خيار ثاني شو يعني؟ خيار ثاني يعني رح نشوف لنا تركيبة ثانية غير البنزل بيروكسيد والأنتيبيوتيك. مثل شو؟ أزيلك أسد. هلا حيطلع فيديو هون أو هون عن الأزيلك أسد اللي هو الشهير تبعه السكينولين. الأزيلك أسد مش أنتيبيوتيك، بيشتغل نفس شغل الأنتيبيوتيك، لكن هو عبارة عن حمض فواكه يعتبر، لأنه هو أساسا جاي من نقع الأرز، يعني لما استخلصت الماء الأرز موجود فيه الأزيلك أسد، وخصصت حلقة كاملة عنه فما راح أحكي عنه هون كثير. يمكن استخدام الأزيلك أسد مرة واحدة مساء أو مرة واحدة صباحا مساء لمدة أقل إشي 8 أسابيع، يعني لمدة شهرين. طيب هل الأزيلك أسد في تركيبته ممكن يكون في عندي أثار جانبية له؟ طبعا الأزيلك أسد أول ما تحطه على البشرة بيعمل تانجلينج إفكت، هيك بيعمل زي كأنك ماشي نمل على وجهك، هيك بيقرص. بنفس الوقت في بعض الأشخاص ممكن يكون في عندهم حساسية، فإذا استخدمت هذا الدواء أو هذا الكريم وشفت في عندك حساسية وقفا فورا بتوقفه، بنروح على خيار ثاني. أحكي بسرعة عادة، خلينا نمشي شوي شوي. أوكي الخيار الثاني هاد، صار الفيديو اكثر من 8 دقائق. اوكي الخيار الثاني هذا رح نحكي عنه في الفيديو القادم، فما تنسوا تعملوا نوت على جنب عن شو حكينا هلا بهذا الفيديو. حكينا عن البيزل بيروكسيد، عن الانتيبيوتكس مثل الاريثروميسين والكليندوميسين، وحكينا عن الازيليك اسيد. الفيديو الجاي رح نكمل بسلسله علاج حب الشباب، فما تنسوا. مع السلامه.